السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناة أم سندس. واليوم جيتكم فيديو جديد بمناسبة اقتراب عيد الأضحى. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا إن شاء الله ورفع علينا هذا البلاء يا ربي. غادي نشارك معكم الحلوة تاع الهلال القديمة اللي ما كانتش كتختار البيوت المغربيه والتقليديه. مهم حلوه تقليديه غادي نشاركها معكم اليوم، فبقاو معايا ما تمشيو فين. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب تاعكم وما تنساونيش من التشجيعات تاعكم. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو. بالنسبه للمقادير تاع الحلوه كنحتاجو نص كاس تاع السنيده، بيضه وحده، جوج فرماجات، ونص كاس تاع الزيت، وكنحتاجو 125 غرام تاع الزبده. وغادي نحتاج كاوكاو، غادي نستعمل هاد لاباط تاع كاوكاو، تقدروا تطحنوه كاوكاو عادي تطحنوه. وغادي نحتاج واحد الصرشي تاع الخميره تاع الحلوه، وغادي نستعمل ليتا كاوبيل، جوج معالق هكاك تاع كاوبيل، وكيبقاو الدقيق على حسب الخليط. وهنايا صافي غادي ندوز باش نخلط المكونات مع بعضياتهم. غادي نخدم الزبده مزيان مع الفرماج، وعاد غادي نزيد الزيت وبتنزيد شويه بشويه المكونات الاخرين. بالنسبه للزبده تكون بحراره المطبخ تكون لينه. هنايا غادي نزيد 4 د المعالق الصغار تاع كاوبيل، تقدروا ديروا جوج معالق كبار. وبالنسبه للدقيق كما قلت لكم على حساب الخليط. انا غادي ندير ساشي تاع واحد تاع الخميره 8 غرام وصافي. بتنزيد الدقيق بشويه بشويه، ما تقصحوش العجينه باش تجيكم الحلوه شيشه. وصافي هنايا راه كنستمر بنفس الطريقه حتى نجمع الحلوه تولي كما قلت لكم، تكون العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخيه. وغادي نرجع لكم من بعد. هنايا خديت هذا المول تاع السيليكون، غادي بدا ندير فيه الهلال كما كتشوفوا باش يجيني نفس العبر ونفس المقاس. وصافي كندوز كنحطو كنعبر مهم بهذا المول. Thank you.
وهنايا نفس الشيء كما قلت لكم، غادي بدا نديرهم في هذا المول، وبطن من بعد تناخد المقاس وكنحطهم في الطاوة وصافي. من بعد ما غادي يطيبوا غادي نرجع لكم نديروا لهم تزيين. بالنسبة للتزيين غادي ندير لهم سكر كلاصي، والشكل الآخر غادي ندير ليه الشوكولاتة، وغادي تشوفوا معايا من بعد. هنايا هو الهلال صافي من بعد ما طاب، دابا غادي ندوز باش نفندو في سكر كلاصي، والشكل الاخر غادي ندير ليه كما قلت لكم من قبل الشوكولاط، غادي ندير نص تاعو في الشوكولاط والنص الاخر غادي نخليه هكاك. وهنايا هو الهلال من بعد ما درت ليه السكر كلاصي، والاخر كما قلت لكم درت ليه الشوكولات. وهنايا صافي هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاع الهلال من بعد ما ساليتها. كنتمنى انها تنال الاعجاب تاعكم وتجربوها وتخليوا لي لي كومونتير ولي جيم، وما تنسونيش من البارطاج تاع لا فيديو مع اصحابكم واحبابكم وفي المواقع التواصل الاجتماعي. ودابا غادي نخليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وبسلامه عليكم.